صافي بليزير، وعناني. وكان ديجا معايا ديجا في مولودية في لاطاكو، ديجا عنده حس تهديفي الله يبارك. وكاين بو عناني هذاك، كاينين الشايبي، كاينين دي جوار ملاح دي كاليتي سما ملاعبين في الأوروب، سما يقدروا يديروا حاجة بإذن الله. تحدثت لنا على عمورة واللاعب اللي من لا يعلم بأن عمورة سبق له تقمص ألوان مولودية الجزائر، لكن لم يكتب له أن يتأهل ويلعب مباريات رسمية معهم. كيفاش كنتوا تشوفوا اللاعب آنذاك يعني عمورة كي كان معكم؟ بو انايا كي شتو هكا، كاين هو كان ميرازيق، كان فرادي في ميرازيق كي كنت نهبط مع بقرة اسبوار، ومن منصف صف بقرة بكار اللي نحيو في أمريكا. ولعب في امريكا، ستان طيب بون جوار، و ستان 2001 سما الله يبارك طاري السيريو. مام هو زاني، انا شوكي كيما كان طلب من المدرب ان شاء الله يمدوا له فرصه للطفل هذا، باسكو الطفل هذا طاري سيريو ما شاء الله، وعنده تحت هديفي كيما بس كيما عموره. طازج، حلة جديدة وذوق أروع. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.